أهلا وسهلا بكم. سأقدم لكم في هذا الفيديو آخر تطورات النسخة القادمة من توزيعة مانت 15. الإصدار النهائي لهذه النسخة سيكون آخر شهر ماي المقبل، لكن أنا أتابع تطورات الكود المصدري للإصدار 15 وأحصل بالتالي على آخر التحسينات والتغييرات في النسخة التي أستعمل. بعض التغييرات المهمة تم إدراجها لحد الآن، والبعض الآخر لا زال قيد التطوير. أول تغيير سأشير له أو سنتطرق له هو دمج كل من مركز أو كل من إعدادات سينامون وإعدادات النظام في مركز تحكم واحد يسمى بمركز التحكم Control Center. إذن ما كان يسمى سابقا بإعدادات سينامون ودخلنا له الآن، سنجد مركز تحكم فيه إعدادات سينامون كسمات الخطوط الخلفية التحكم في القائمة وما كان قبل ذلك، وأيضا الإعدادات التي كانت في إعدادات النظام كاللغة الصوت الشبكة الطابعات، فهذه جميعا تم جمعها في مركز تحكم واحد. مركز التحكم هذا له وضعين أو نمطين، وضع عادي هو الذي يكون افتراضيا، ووضع متقدم فيه إعدادات أو اختيارات أكثر كالمؤثرات النوافذ مساحة العمل، فما كان سابقا في إعدادات سينامون تم دمجه في إعدادات في مركز التحكم مع إعدادات النظام. تغيير آخر هو مسمى بالديسكلت، الآن تم إضافة ديسكلت يمكن الدخول لها من هنا أو عن طريق الضغط يمين في سطح المكتب والديسكلت، فنجد هناك ثلاث أدوات. ديسكلت هي أدوات تضاف لسطح المكتب، لحد الآن هناك ثلاث أدوات: الساعة، مطلقة التطبيقات، ومظهر الصور. لو أردنا أن نضيف أداة ديسكلت فنختارها ونختارنا Add this Disklet فيكون على هذا الشكل. هناك اختيارات كثيرة لحد الآن حتى بالنسبة لإعداداتها، فهناك فقط إعدادات لإظهار الجوانب أو عدم إظهارها. الحذف يكون عن طريق الضغط يمين و Remove. بالنسبة للصور فهي تظهر الصور المتوجدة في مجلد الصور في مجلد المنزل وتقوم بالتبديل بينها بهذه الطريقة. تغيير آخر هو في مدير الملفات، مدير الملفات نيمو. لو فتحنا مدير الملفات نيمو سنجد تغيير على مستوى المظهر، هناك تحسينات. مثلا حين تفتح المجلدات المفتوحة أو أجزاء القرص الصلب يظهر هنا شريط يبين حجم المساحة المستعملة والمساحة الفارغة. أيضا بالنسبة لو قمت بالتصفح فطريقة عرض تشجر الملفات على هذا الشكل. هناك أيضا إضافة خيار في عرض وهو خيار منو بار لإخفاء العارضة العليا. لو قمنا بإلغاء العارضة العليا يمكن إظهارها عن طريق الضغط على Alt، ومن بعد يمكن إعادتها على هذا الشكل. هناك في الأسفل أيضا أيقونات للتغيير بين طريقة عرض هذه اللائحة أو اللوح الجانبي، إما عن طريق أماكن أو تشجر على هذا الشكل أو أماكن أو إخفائها من هذا الأيقونة. لا أعرف هل هذه التغييرات كانت في نسخة 14، لكن عموما هو موجود في التغييرات المقررة في توزيعة مانت 15، تحسين مظهر مدير الملفات نيمو. هناك تغيير آخر متعلق بإضافة إمكانية نقل الملفات للوسائط الخارجية مثلا كفلاشة أو ذاكرة USB، قرص صلب خارجي أو CD، فيتم إضافة تم إضافة إمكانية النقل إليه، أن ليس لدي هنا أي ذاكرة USB أو قرص صلب خارجي، لذلك لا يظهر هنا أي خيار. هذه كانت ميزة مطلوبة من العديد من المستخدمين فتم إضافتها في هذه النسخة، أي أنها ستكون جاهزة في النسخة الأخيرة أو الإصدار النهائي 15 من مانت. طيب بالنسبة لمانت سيتم أيضا إضافة ما يسمى بالمشاهدة المسبقة للملفات، أو بالنسبة لمدير الملفات نيمو تماما كبرنامج دولفين
حين تقوم بالتأشير على ملف يتم قراءته إن كان صوتيا أو تشغيله إن كان فيديو، لكن هذه الخاصية ليست مدمجة لحد الآن. أنا أتحدث عن ما سيكون أيضا وليس ما كان أو ما تم إدراجه لحد الآن، لأنه في موقع جيت هاب حيث موجود الكود المصدري لتوزيع أتمان بواجهة سينامون. هناك ما يسمى بخارطة طريق رود ماب بالنسبة للإصدار 15، وفيه ما سيكون في الإصدار النهائي، ما تم القيام به وما هو بصدد التطوير وما سيطور من بعد. إذن أكمل الحديث عما تم إضافته. هناك إضافة مهمة بالنسبة لشاشة الحفظ حين تستعمل الحاسوب لمدة معينة، فيتم إظهار شاشة حفظ على هذا الشكل. لدي قمت بأخذ صور لأنه لا يمكنني إظهار ذلك على التصوير. إذن على هذا الشكل، عفوا، على هذا الشكل شاشة الحفظ الآن تظهر التاريخ، الساعة أيضا، ويمكنك أو يمكن مستخدم آخر أن يستخدم الجهاز حتى لو كان في وضع الحفظ عن طريق الدخول لمستخدم آخر. إذا لو كنت أنت تستخدم جهازك وبعد مدة جاءت شاشة الحفظ، فيمكن لو جاء مستخدم آخر أن يقوم بالدخول لحسابه دون التأثير على حسابك. أيضا يمكن بالنسبة لقفل الشاشة ترك رسالة على هذا الشكل. حين تقوم باختيار ترك قفل الشاشة من قائمة أوصد الشاشة، فيعطيك إمكانية أن تضيف رسالة فتظهر على هذا الشكل في حال كنت أن تترك تريد أن تترك رسالة لمستخدمين آخرين. تغيير آخر هو بالنسبة لمدير الدخول، مدير الدخول للجلسات MDM، ففيه تغييرات على مستوى الشكل فقط، تحسينات كما تلاحظون الآن أصبح أكثر جمال من النسخ السابقة. سيتم أيضا إضافة تغييرات لبرنامج التثبيت، تثبيت توزيع أتمنت 15، ستكون فيه تحسينات على مستوى الواجهة، سيكون فيه تحسينات أيضا على مستوى الدعم، حيث سيدعم على حسب ما هو مكتوب في خارطة طريق النسخة، سيدعم أكثر من قرص صلب، سيدعم الكاميرا، وسيتم دمج بعض الخاصيات المتوفرة في مدير تثبيت أوبونتو، برنامج أوبيكويتي، فسيتم دمج بعض الخاصيات المتوفرة فيه خصوصا المتعلقة بتقسيم القرص الصلب في برنامج تثبيت منت 15. على ما أعتقد هذه كانت هي التغييرات الهامة التي لاحظت لحد الآن. لا زال هناك مدة طويلة لآخر شهر ماي، إذا ستكون هناك بدون شك تغييرات أكثر، تطورات أكثر، لكن الانطباع الأولي بأن هذه النسخة ستكون جيدة، خصوصا أنها ستعتمد على أوبونتو 13.04 التي هي أيضا تبدو على حسب ما ألاحظ لحد الآن جيدة جدا. إذا كان هذا أو كانت هذه آخر تطورات النسخة القادمة من توزيعات منت 15. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.